استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الرفاع صباح اليوم السيدة براديبا بريانانجي سارام سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على سموه بمناسبة تعيينها سفيرا لبلادها لدى المملكة. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مملكة البحرين، متمنيا سموه لها خالص النجاح والتوفيق في مهامها الدبلوماسية بما يصب في صالح تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين. وأعرب سموه عن ارتياحه لتنامي علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة ووصولها إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتفاهم بما يعزز من فرص تحقيق المزيد من المنافع والمصالح المتبادلة بين الجانبين. وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين بتوطيد أواصر التعاون والصداقة مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ارتكازا على ما يجمع البلدين الصديقين من روابط متينة ورغبة مشتركة في تعزيز التعاون البناء بينهما في مختلف المجالات. وأشار سموه إلى أن العلاقات البحرينية السريلانكية تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مؤهلة للنماء والتطور في ظل ما يمتلكه البلدان من بيئة خصبة للاستثمار والتبادل التجاري الذي يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. من جانبها أشادت السفيرة السريلانكية لدى المملكة بما لمسته من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص على تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، واستذكرت زيارة سموه إلى سريلانكا ودورها في ترسيخ علاقات البلدين الصديقين في كافة القطاعات، معربة عن تطلعها إلى توثيق التعاون بين بلادها ومملكة البحرين وفتح مجالات جديدة للتعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة.